صباح الفل يا شباب، اتكلم عن كام حاجه كده ما تعملهاش قبل ما تخش الجيش مثلا بسنه ولا حاجه. كلنا طبعا بالنسبه للشباب مرينا في فتره الجيش والكشف الطبي وايه اللي نعمله في الجيش او ايه اللي ناخده معانا واحنا رايحين الجيش، بس انا هتكلم النهارده عن كذا حاجه ما تعملهاش قبل ما تخش الجيش. اول حاجه ودي اهم حاجه تقريبا، تروحش الحلاق لمده سنه قبل ما تخش الجيش مثلا ولا حاجه. انت عايز تروح ما تروحش، دي حاجه ترجع لك. انا بتكلم انا من وجهه نظري، هقول مثلا 5-6 نصايح ما تعملهمش قبل ما تخش الجيش، لان انت هيوحشك الحاجات اللي انا هقولك عليها دي، فاستمتع بيهم على قد ما تقدر قبل ما تدخل الجيش. فاول حاجه ما تروحش الحلاق قبل الجيش بسنه. استمتع بشعرك وطوله حتى لو كان خشن ليفه، ارحمه من المكنه والموس واستمتع بيه على قد ما تقدر، لان انت هتخش الجيش جوه شعرك ده هيتحلق، هيجيب لك الكارنيه بتاعك ويمشيه على شعرك. شعرك لو عمل صوت هيتحلق، وكذلك نفس الكلام دقنك لو عمل صوت هتتحلق، مش هقولك بالعين، لو عمل صوت هيتحلق. او لو اتمسك، لو مسك بايده كده الضابط اللي هيبقى قائد السرية بتاعتك مثلا، لو مسكه بايده كده بضوافره كده واتمسك في ايده هيحلقهولك، لان شعرك جوه هيشوف كمية حلاقة بالمكن والموس، فاستمتع بيه على قد ما تقدر. تاني حاجة، حاول ترضي والدتك على قد ما تقدر، عشان رضاها ده يا ابني انت عارف ممكن تروح رزعك دعوة ابواب السماء تكون ساعتها مفتوحة، تلاقي جيشك بقى في الساحل الشمالي او في اي حتة نضيفة. حاول تخرج كل يوم مع اصحابك ولاد او بنات ايا كان، بس اخرج على قد ما تقدر واستمتع، وروح اماكن كمان انت ما رحتهاش، استمتع على قد ما تقدر من الحياه ومن خروجاتك ومن الفسح، لان انت هتخش جوه هيوحشك قوي الكلام ده كله، هيوحشك صحابك قوي، وهتحس ان السنه اللي انت هتقعدها او السنتين او الثلاثه على حسب انت وحظك، وممكن تبقى داخل سنه مخلص كليه وعامل حسابك ان انت هتخش سنه تخش ضابط احتياط تقعد 3 سنين، فيبقى انت والعسكري اللي دخل 3 سنين واحد، ما بتبقاش حاطط امل جامد قوي ان انت هتخش سنة واحدة، بس احنا نعتبرها سنة واحدة. فاشبع على قد ما تقدر عشان تخش جوه تبقى انت عملت اللي انت عايزه. الحاجة المهمة قوي قوي برضو واللي كانت مقابلاني، حاول تشبع من اكل الحاجة في البيت على قد ما تقدر، يعني كل اللي انت نفسك فيه اللي انت نفسك فيه قولها تعمله لك في السنه اللي قبل الجيش دي، ونفسيا كده تبقى شبعان من الاكل بتاع البيت، عشان لما تخش تقضي السنه بتاعتك ولا السنتين وانت مرتاح، على الاقل مرتاح نفسيا، لان انت جوه هتقابل اكل الميز الجودة بتاعته مش قد كده، يعني ممكن ما يعجبكش، لان انا اعرف ناس شخصيا اصلا كانت بتقضي الجيش بتاعها او الاكل بتاعها في الجيش سندوتشات وشيبسات، وكانوا بيقعوا اصلا بسبب الاكل اللي هما بياكلوه دوت. فالجودة بتاعته، الجودة بتاعت الاكل بتاعت الميز مش قد كده. والميز للي ما يعرفوش، المكان اللي انت بتخش تاكل فيه الوجبات بتاعتك، فطار او غدا او عشاء، مكان كبير كده بيبقى كله ترابيزات زي المطعم بره، يبقى مكان كبير كله ترابيزات وبيتحط عليه الاطباق او اللي هي الصينيه اللي بتبقى فيها جزء للرز وجزء للخضار وجزء للسلطه، وتقعد تاكل فيه. حاول على قد ما تقدر تاكل اللي انت عايزه. يعني وانا في الجيش كنت بكتب ورقه كده ولا ورقتين وش وظهر عن الحاجات اللي انا نفسي اعملها لما انزل اجازه، كان يعني 3/4 الورقتين دول اكل بس، واكل بقى اختراعات من صاحبي بقى الاسكندراني والصعيدي واللي من طنطا واللي من قنا واللي من اسوان، فكنت اجمع انا شويه حاجات كده نفسي اكلها قوي واروح مجمعها في الورق دوت. راح نزل الاجازه ما اعملش اي حاجه من اللي كتبتها في الورق، والبس الشورتات بقى وراح واعمل اللي انت عايزه، لان انت هتدخل تاخد السنه او السنتين او الثلاثه لابس الافرول 24 ساعه، يا في رمايه يا اما في طوابير يا في خدمات بالليل، فهتبص يعني ممكن تنام بالافرول اصلا. فالبس شورتات وراح واعمل اللي انت عايزه والبس اللي انت عايزه، ان شاء الله تمشي في الشارع مالت اهو، يعني تكون عملت اللي انت نفسك فيه وخلاص. وان شاء الله يعني ممكن اعمل 3-4 فيديوهات اللي جايين بخصوص الكشف الطبي في الجيش، كشوفات الكليه الحربيه او الكليات العسكريه عموما ايه اللي بيتم فيها بالظبط، وبيبقى كام كشف وبيبقى كام اختبار، وممكن فيديو للحاجات المهمه قوي اللي انت هتاخدها معاك وانت رايح الجيش. يعني انت خلاص دخلت ولبست وعرفت سلاحك وخلاص رايح مركز التدريب، وده برده من وجهه نظري 10-15 حاجه انت مثلا المناسب بالنسبه لك او المهم بالنسبه لك، 5-6 حاجات بس، فانا هقول لك باستفاضه، عايز تاخد انت ازيد عايز تاخد اقل براحتك. في حاجه كمان مفيده قوي نسيت اقول عليها، حاول تظبط نومك، لان انت نومك هيبقى الساعه 10 الصحيان الساعه 5 الفجر، فظبط نومك على قد ما تقدر. فعايزك في السنه بقى دي كلها تسهر وتبص ما تنامش، اعمل كل اللي نفسك فيه، لان جوه انتظام ومواعيد وقوانين هتمشي عليها، لو ما مشيتش عليها مظبوط هتاخد جزاءات، جزء في جزء في جزء ممكن يفقدك، ممكن يخليك تقعد 6 شهور زياده عن السنه او السنتين بتوعك، فملهاش لازمه. وان شاء الله الفيديو دوت يستفاد منه ناس كتير وشباب كتير، وموضوع الجيش دوت احنا عدى علينا كلنا، والناس والشباب اللي لسه ما خلصوش جامعات هيعدي عليهم او هيخشوه، وان شاء الله ما كنتش طولت في الفيديو دوت وشباب كتير استفادت.